السلام عليكم. تحت قبعة قديمة قد تجد عقلا منفتحا، فلا يجب علينا أن نحكم على هذا الشخص من خلال هذه القبعة، فلنغرق في العقل المختبئ تحتها. في زماننا هذا بات الاهتمام بالمظهر الخارجي يشكل مشكلة لدى معظم طبقات المجتمع، وبات أيضا يشكل عبئا على الفئة الشابة الذين يريدون ارتداء ما لا قدرة لهم على ارتدائه. فقد قيل سابقا: لا تنخدع بالمظهر فهو ليس الجوهر. وهذا قول ينطبق تماما على موضوعنا وعلى المظهر الخارجي للإنسان، أي الملابس. فكيف ينظر الشباب إلى هذا المظهر؟ عم نحكي اليوم عن موضوع الشباب، الاهتمام بالمظهر، شراء الملابس. قد ايه اخذ موضوع شراء الملابس والاهتمام بالمظهر حيز من حياتك؟ يعني اخذ حيز كبير من حياتي، انه هذا شيء كثير بيهمني. يعني بالشهر انا بشتري شيء 4-5 مرات بالشهر، وكذا قطعه مش قطعه واحده. نحن لما بنحكي انه اخذ حيز من الحياه، عم نحكي على شقين، في عنا حيز مالي وفي عنا حيز الوقت. إذا نحكي على الحيز المالي كقدرة شرائية، يعني هل فينا نقول إنه أكثر من نصف المعاش الشهري مثلاً، إذا عم نحكي 4 مرات بالشهر أو أكثر، بيروح على شراء الملابس؟ أوقات كثير بيصير أكثر من نصف المعاش، يعني بس على الثياب، لأن اهتمامي كثير بالثياب. ليه برأيك؟ شو السبب؟ يعني هو المظهر الخارجي أو رأي الآخرين فيك، شو السبب؟ لا، مش قصة رأي آخرين، بس أنا كثير بحب أهتم بهذا الشيء، يعني كثير بهمني المظهر الخارجي يكون بيرفكت. بيعطيكي هذا الموضوع رضا، ثقة بالنفس، سعادة؟ يعني شو عم بيأمن لك على الصعيد الشخصي لحتى هلا تحسي حالك معلقة بالموضوع؟ بيكون هو عندي رضا كامل عن أناقتي بشكل عام. يعني عم نحكي، حكينا عن المال، أيضا الوقت، يعني كموضوع وقت، أيضا الاهتمام يمكن بالشكل قبل الخروج من المنزل، أيضا موضوع الوقت هو لما عم نظهر على السوق نعمل شوبينج أو نشتري عملية التسوق، هون وقتك ما بتحسي بعض الأحيان عم بيروح على أشياء فيك، يعني تروح على أشياء تانية ممكن تكون مفيدة أكثر بالحياة، أو لا بتشوفي موضوع التياب أخذ هذه الإفادة وهذه الأهمية؟ هلا هو يمكن في أشياء فادة أكثر فيها، بس أنا بالنسبة لي بنبسط لما ضيع وقتي بهذا الشيء، يعني بكون مرتاحة نفسيا. معتبر الموضوع خرج عن طاقتك، يعني ما قادرة بقى تسيطري عليه، ولا مبسوطة بهذا الجو؟ يعني في رضا عن هلا هو في رضا، أوقات بصير في عدم قدرة على السيطرة، بس بشكل عام بلا في رضا عنه. يعني في بعض الأحيان اليوم من آخر الشهر مثلاً، لأنه جبنا ثياب زيادة، فالقدرة الشرائية يمكن جبنا أكثر من قدرتنا، فبيأثر علينا ببعض الأمور المتطلبات الحياتية. أوقات بيأثر على هذا الموضوع، بس بنفس الوقت ما بكون زعلان. يعني ما عندك مشكلة بالموضوع؟ كثير بهمني. مواقع التواصل اليوم أخذ حيز من خلال يمكن الصور الشخصية اللي تنشر، من خلال النشاطات الحياة اللي بتصير. قد ايه هذا الموضوع ايضا بيعمل لك رضا، انه يمكن صورك بتصير مختلفه، اظهار الملابس بالصور، قد ايه اخذ ايضا حيز؟ كمان اخذ حيز كبير، يعني كل يوم لازم انزل صوره بمظهر جديد وكون مبسوطه. يعني يعني هو بمكان معين انت اخذه الرضا، يعني ما عامل لك الموضوع اشكال؟ لا لا، مش عامل لي رده فعل سلبيه، بالعكس. بعدنا ضمن الايجابيه لبعدين مستقبلا، يعني بتحسي ممكن ياثر سلبا ولا ابدا ما شايفيت له تاثير سلبي؟ هلا يمكن بعدين مبلا ممكن ياثر سلبا، في اشياء كثير لازم نفكر فيها اكثر من هيدا الشيء، بس حاليا مبسوطه مرتاحه. مبسوطه بهذا الموضوع. بعض المحلات الملابس يمكن، يعني نحن موجودين بالسوق اليوم، بيعملوا مثل يعني فينا يمكن نقصة كمان المال مثلا، اذا الواحد قدرته الشرائيه شوي اقل، بتحسي هالموضوع عم بياثر ايجابا ولا سلبا برايك؟ هلا هيدا بعتقد عم ياثر سلبا، لانه هيدا عم يخليني اشتري زياده، لانه هن عم بيساعدوني لاشتري زياده. بس انه كمان مبسوطه بهالشيء، يعني في رضا على الموضوع، لانه كاولويه، يعني كاولويه اليوم بتقولي انت اليوم كشاب داخل المجتمع، اولويه عندك هو الظهور بالشكل الانيق بشكل يومي، يعني يوميا لباس شيء والظهور بهذا الشكل؟ ايه مزبوط، ايه اولويه عندي. عن الشباب والاهتمام بالمظهر الخارجي، بدايه انت بشكل شخصي قد ايه يمكن من معاشك بتحطه على موضوع التياب؟ قد ايه موضوع التياب عندك ايه شكل اولوي بالحياه او لا؟ هلا انا بالنسبه لي عندي التياب قصه مهمه، انه نقطه مهمه تقريبا، بقول التياب انه بتعبر عن شخصيه الانسان، ومظهره الخارجي بيعبر عن شخصيته اللي من جوا كيف يعني، بس اجمالا ما بعطيها اكثر ما انا يعني بقدر، يعني انا اذا بقدر اعطيها اهتمامي ووقتي
ومن مصروفي بعطيها. حلو. بس اذا ما بقدر لا مني هالقد معقد يعني. كثير عالم رفقاتي خصوصا بعرف انه بيتدينوا بس ليشتروا ويتزينوا. هيدا مثل مثلا لبنان بيتدين ليتزين، هيدا شيء ابدا منه منيح. طب برايك هون شو السبب؟ يعني هل اليوم نحن بعالم هذا ناقصه شخصيه انا بحس، او برايك صار العالم يعني حتى اللي عم نقول عم يتزين او عم في تبذير بموضوع الثياب عم بيلاقي من المحيط اعجاب؟ يعني هو ناطر الاعجاب الاخرين فيه برايك؟ ثلاث ارباع عم بيساهموا ثلاث ارباع المجتمع اللي بيظهر هذا الاعجاب للشخص للانسان كبني ادم يعني يخليهم انه يتشجعوا يضلوا عم يتدينوا ولا يتزينوا ولا يضلوا يلبسوا ويغيروا ويشتروا. هذا الشيء بيأثر على مجتمعنا بطريقه كثير. كيف أثر؟ يعني برايك نحن لما ننشغل زياده بموضوع المظهر الخارجي يعني يصير في عنا هوس، اذا فينا نقول في اشياء ثانيه عم تقل؟ اكيد. مثلا هلا الام مثلا اذا بدت تهتم كثير بمظهرها الخارجي وتروح تشتري ثياب وتعمل وتشتري مكياج وتعمل هالقصص، تنسى امرار قصص مهمه لاولادها تربيهم كيف بدها تربيهم. والشباب بشكل خاص يعني اذا عم نحكي عن الفئه الشبابيه كعمر شاب يعني مثلنا نحن يعني هذا الجيل بيهمل دراسته بيهمل شغله وبيصير كل مصروف وبطل بس ليعيش بس ليشتري تياب. يعني همه يمكن باخر معاشه فيك تقول ثلاث ارباع رايح للتياب. تياب. برايك مواقع التواصل اليوم قد ايه اثرت؟ يعني انت شاب اليوم اكيد عندك انستغرام فيسبوك في صور اوقات عم تنزل بتبين بس لازهار اللباس. ثلاث ارباعهم بس بيشتروا تياب لما ينزلوا صوره بنفس التياب. هيدي برايك لوين ممكن تتأدي؟ يعني هذا الهوس هالقد بمواقع التواصل اظهار النفس بهذا الشكل بس انه نحن نكون طالعين حلوين وظابطين ومرتبين مثل ما قلت كل يوم شيء، لوين ممكن يأدي؟ والله صراحة يعني ما بعرف بس انه اجمالا لحديت هلا اللي عم شوفه انه مأدي للهلاك، يعني كله فايتين بالحياة، كل الشباب اللي بعمرنا بطل همهم عن جد القصص اللي عن جد مهمة، يعني كيف بدي اقول لك؟ يعني صار عن جد بصير مظهرهم كثير عم بيأثر عليهم، كثير بطريقة مش طبيعية، صباط وتياب وقصص وهيك. شكرا كثير لك، قد ايه بتلاقي هون يعني إذا ما نقول في خط فاصل بين إنه نصير مهووسين بموضوع التياب والمظهر الخارجي وبين إنه لا بعدنا بالحدود المقبولة نوعاً ما؟ هلا اللي عايشين هون وساكنين هون كمعاشهم بحس إنه كثير بيتدينوا ويتزينوا وهالشيء ما منيح لهم، إنه الواحد ما عم يعمل مصروفه الشهري لحتى إنه يشتري التياب اللي أنا بشوف إنه كبشوف للعالم بيهمون كثير البرستيج تاعهم واهم شيء الشكل هون خصوصا بشكل شخصي. شي مره انه صار معك انه يعني دفعتي كثير مبلغ عالي على التياب فبالتالي لاخر الشهر لا. مثلا ما لا, لا بدي انا بعيش على قدي وبس اذا ما معي ما حاشتري. مواقع التواصل برايك قد ايه اثرت؟ يعني اليوم انستغرام فيسبوك بعض مثلا كثير بيلبس ليفرجي او فرق شائعه انه انا نعم. كاصحابي انا عايشه برا فكاصحابي بلا انا اوقات بيلبسوا بس حتى انه ياخذوا صوره يحطوها على الانستا او على الفيسبوك انه بس حتى يفرجوا العالم انه هن مبسوطين وواو انه احنا في قادرين نشتري وهيك بحسها كلها مظاهر انه بتشوفي رفقات فيك عن جد انه كيف عايشين مش هيك. برايك هذا الشيء لوين ممكن ياخذنا؟ يعني اليوم نحن عندنا فئه شابه عم نحكي عن الشباب بشكل خاص لان نحن عم بيكون في اولويه زياده لموضوع المظهر، هذا الشيء على شو عم بيأثر؟ يعني عم ياخذ المظهر اولويه، شو الشيء الثاني برايك اللي عم يتاثر سلبا او عم بيقل؟ النفسيه انه ليش عم تفرجوا كل العالم انتم عايشين بطريقه بس انه بكره انه لما تتعرف على شخص انه حيشوف الشيء الحقيقي اللي جواتك انه كيف عايش قديش معاشك انه اوكي بركي الشاب هلا لبس انه بس حتى يشوف فرجي حاله لبنت بس انه بالواقع هذا مش صح ومش هيك. برايك صار عند الشباب والبنات نفس الشيء؟ يعني كان من زمان معروف البنات اكثر هن اللي هلا بحس الشباب شوي زياده لانه بتعرفي الوضع هون بلبنان كيف فكمان هيك صاروا اثنيناتهم نفس الشيء. شكرا كثير لك. موضوع الاهتمام بالشكل الخارجي قد ايه بشكل لك اولويه؟ الاهتمام بالشكل الخارجي هلا هو مهم ما بقول لك مش مهم بس هلا يعني بعصرنا هيدا الشباب كثير عم تزيد وكثير عم بيهتموا بهيدي الامور، يعني لدرجه صار الشاب مثل البنت بده يظهر بده يعمل شعراته بده يظبط دقنه بيجيب كريمات لدقنه بيجيب قصص، انا هول بصراحه ما عندي منهم يعني انا ما كثير بحبهم هول الحركات. حتى اذا ما نحكي يعني نحن بنحكي الاهتمام بالشكل الخارجي بيتفرع موضوع الوقت وموضوع المال. يعني مزبوط. بتحط مبالغ كبيرة على اللباس هلا على أنا ولا لا؟ أنا لا ما بيهمني هول القصص يعني بالنهاية هول كلهم مظاهر والمظاهر رايحة بالنهاية فإذا الواحد بده بس ليفرجي حاله إنه هو والشعب عنا خصوصا بلبنان هون يعني بحب كتير هول القصص مظاهر وهيدا
فلا انا بالنسبه لي هذا الموضوع ما بيعني لك. يعني متواجدين بالسوق وعم تشتروا غراتكم وهذا هو موضوعنا، عم نحكي عن موضوع الشكل الخارجي. طبعا يمكن نحن ما عم نحكي عنه باطاره العادي او المقبول، بل باطاره يمكن اللي عم يتعدى حدوده. بدايه معك، قد فعلا الموضوع بشكل لك اولويه؟ تقريبا الشوبينج او المظهر الخارجي كثير مهم بالنسبه لنا كشباب. يعني انا كل يوم بظهر، بروح على الجامعه، بختلط مع عالم كثير، بروح وبجي، فبالنسبه لي هذا الشيء كثير مهم انه كيف مظهر الخارجي بدي اطلع. بالنهايه المظهر الخارجي هو بيعكس شخصيه الانسان، يعني نوعا ما. يعني اذا انسان بتعرفي اذا هو مرتب، كيف جو وكيف محيطه من مظهره. يعني ما فينا ننكر انه انسان اذا ما نظيف اكيد ما راح يكون مرتب بنفسه. وده تقريبا اذا بدنا نقول بتخصصي له من معاشك الشهري او من مصروفك، يعني انه اكيد جزء من المعاش حيروح لاهتمام بالمظهر. قد تقريبا احنا عم نحكي فوق النص عم بيروح اهتمام بالمظهر؟ مش لهالدرجه، مش لهالدرجه، بس يعني تقريبا مش كل شهر انه لا امبلغ. يعني انا ما فيني انزل على السوق ما اعمل شوبينج مثلا، يعني بكون هلا مارقه اذا شفت شيء عجبني، يعني بضعف لدرجه ايه بضعف فوت بشتري. بدك تشتري حتى لو ببعد. ببعد الاحيان مثلا ما عايزه ممكن تجيبي. وبعد الاحيان اذا مش موجود كام، يعني نحن بنعرف انه في معاش شهري او في قدره شرائيه معينه عند كل شخص، حتى لو كان فوق قدره الشرائيه القدره اللي عندك ممكن انك يعني تجازف وتشتري لانه انت كثير بحاجه انه او بدك تشتري. اوقات ممكن جازف شغله ما عايز يزيدها، ويمكن انه وصل لاخر الشهر معي هالقد بجازف فيه وبشتري. طب شو السبب برايك؟ يعني ما بعرف اذا انت نفس الشيء. اهتمام بالمظهر الخارجي مش اكثر. نفس الشيء انت؟ يعني حتى لو ما بقي، يعني لو بده يأثر الموضوع عليكم لباقي الشهر او لو انا مش عايزين بس انا بضعف. يعني شو يعني بحقق لك شو سعاده ثقه بنفس؟ يعني ممكن مثلا اوقات اكون ظاهره مثلا مضايقه او شيء، فاذا فتت اشتريت كثير بحس حالي انبسطت. راي الاخر قد ايه بهمك؟ اكيد يعني بنحكي كامل المجتمع بشكل عام. اول شيء من الجامعه بالعمل بنبلش من ناحيه انه انا اكون مرتاحه. يعني كثير اوقات بكون بدي اظهر مثلا ما لقيت شيء عندي عجبني، مع انه بيكون عندي اكيد، بس مثلا ما عجبني اللبس اليوم فبتضايق قبل ما اظهر. اوقات كثير بلغي ظهراتي لانه ما بلاقي شيء البسه. بعد بيقول هلا مش رايي الخير، لا هي راحه شخصيه صارت. يعني هي عم بحكي لك رضا ذاتي، رضا ذاتي بس بعد بيقول عم بحكي البعض، انا مش ضروري انا اتبنى الفكره، انه بيكون في شوي نقص بمكان معين بقوم الشاب بيعبيه بهيدا المكان كجيل شاب. يعني انه في يمكن عندك ناقص معين بالشيء فانه بنحاول نظهر شكلنا المظهر الخارجي بابهى صوره. لا مش لهالدرجه، عادي. يعني فيني مثلا هلا نازله على السوق مش ضروري البس، يعني هيني شايفتني كثير حدا طبيعي ظاهر ولابسه سكاتشر وماشي لانه نازله على السوق. هلا طبعا كل محل له زي، يعني رايحه على مناسبه بس اخذ الموضوع حيز الاولويه عندك بالحياه طبيعي. بس مواقع التواصل الاجتماعي قد ايه برايك اثرت؟ يعني اليوم عم نشوف هلا كثير لانه صار في كثير بيجز وتياب على الفيسبوك وبلوجرز حتى نشركم لتياب، يعني لتيابكم. يعني هذا الشيء يعني في كثير مثلا كثير بيصوروا تفاصيل من ملابسهم من ممكن انا مثلا اذا بعرف انه عالم حتى يمكن انا بمرق اوقات فيها، انه بتعرفوا مجرد ما نحن نطلع انه رايحين مناسبه او شيء اكيد انت حتكوني لابسه ومزبطه حالك وبيرفكت، فهو مش انه انا بصور لانه انا بس بمناسبه، لانه انت بوضعيه انه انا هلا مزبطه حالي فاذا تصورت بس مش دايما حيكون شيء حلو. مش دايما مش بشكل يومي. انا بالنسبه لي ما بيعني هلا، كنت فتره قبل كثير حب انه شو ما البس شيء جديد بصور وبنزل وهيك، بس هلا اخر فتره ريسنت هلا لا. طيب بصراحه سؤال جوابه بدي اكون صريح، برايكم شايفين وجه سلبي لهيدا الامر ام لا؟ ايه اللي هو انا بالنسبه لي ايه ببعض الاحيان صارت القصه مثل المنافسه، يعني بعرف انا عالم انه لبسه لبست اشار احلى لازم هي احلى بين انه انا لبسه احلى منها. في بلوجرز يعني حتى البلوجر صار ما بينزل بس ليبين حياته ليبين شو لابس، حتى نحن من محيط يعني ببعض الاحيان عم نلتهي باشياء لازم تكون سنويه اكثر من هيك، مش هالقد اساسيه برايي. هو منه موضوع سنوي، يعني هو بين البين. هلا المظهر شيء كثير مهم، بس انا ما شكل عقدي بالنسبه لي انه انا اذا ما عندي شيء مثلا انه
ما شكل انه هو حاجز بالنسبة لي لتصور، بالعكس فيني هلا اتصور وبنزل ما عندي مشكلة، يعني في واحد يكون طبيعي بالتعاطي اكيد. شكرا كثير لكم. شكرا كثير. بشكل شخصي بداية، قد ايه موضوع المظهر الخارجي بشكل لك اولوية بالحياة؟ بشكل كثير طبيعي، لانه في عندك حياة اجتماعية بتقابل العالم، طبيعي تكوني مرتبة وهوني كم إلى حد ما يعني. يعني برأيك هو له حدود معينة أو موضوع لا مفتوح، مهم الشخص يكون مرتاح أو طبعاً حلو يكون له حدود، يعني مش إنه يزيدها كثير، إنه بنطلون 400-500 دولار وتيشيرت لفيت دولار، إنه والله مهم عم بلبس، يعني الواحد ما بقيموه على لبسه، بقيموه على نفسيته. حلو، يعني كمعاش شهري يمكن نحن اليوم في عنا معاش شهري وفي عنا وقت، وقت لشراء الملابس، في عنا معاش شهري كمصاري عم بتروح، هلا عم بتروح نسبة عالية مثلا من معاشك يعني على موضوع تياب؟ يعني فوق يعني النص مثلا؟ لا أقل شوي. أقل شوي. طيب رأيك بالأشخاص اللي بتكون نسبة عندهم كتير عالية؟ يعني عم نحكي بعض الأشخاص يمكن بيلجأوا للدين لحتى يجيبوا تياب، يجيبوا عدة مرات بالشهر. طبيعي، مثل إنه الشعب اللبناني بيتدين ليتزين، معروف يعني أكيد. برأيك هذا شو ما سواها، شو ما خطرها اليوم على المجتمع، على جيل الشاب بشكل خاص؟ بتوصل لبعدين لمشاكل، يعني بصير في عنده صرف فارغ، ما بحس بمسؤولياته، بهمه شكله قبل حياته اللي يبني مستقبله على شيء معين، مهم انه يلبس ويظهر وما بيحسب. مواقع التواصل برايك قد ايه اثرت؟ يعني هل هي بتاثر كثير كثير كثير، يمكن اظهار الملابس طبعًا، الصور طبعًا، او بتأثر. حتى الاعلانات والبضائع والملابس طبيعًا المعروضه كله اثرت، كلهم بياثروا على الشيء، انه بصيروا يتحدوا بعض، انا جبت هيدي عيشتي، انا جبت هيدي الزر، انا جبت هيدي مانجو، كله بصير يتحدوا بعض. موضوع الشكل الخارجي اليوم كشاب قد ايه بيشكل لك اولويه؟ يعني هو بالمرتبه الاولى عندك بالحياه او لا؟ يعني هو بالنهاية أكيد ما في شاب إلا ما بده يهتم بحاله وبده يهتم بشكله وعناقته، هيدا شيء طبيعي جداً لأي شاب. فكشراء ملابس يعني بقدي تقريباً بتخصص بمعاشك الشهري مبلغ عالي جداً أو لا بدك قادر تضبط حالك أو لا بس شوف إشياء حلوة بدك تجيبها؟ هون حسب الالتزامات وحسب كمان السوق شو عامل سيل شو عامل كمان، هيدا الشيء كله بيلعب دور. شخصي بتصير معك بعض على أحيان بتجيب شيء فوق قدرتك مثلاً لأنه عجبك او لانه بدك تهتم بشكلك؟ انا من النوع اللي ما بحرم حالي من شيء، خلص شفت شيء حبيته بدي شيء طبيعي. ليه برايك يعني هل قد موضوع الشكل الخارجي له اولويه؟ يعني ممكن برايك مالي ما ممكن يكون بشكل مضبوط اكثر بصراحه؟ هلا هو بدي خبرك شغله، اذا ما لبسنا وضحكنا وظهرنا وعشنا لشو؟ يعني برايك المجتمع هو اللي بيفرض على الشاب اليوم انه يكون كثير مهتم بمظهره الخارجي او لا هي شيء من جوا نابع من شخصيته؟ هلا هون حسب، هون حسب كل انسان كيف بيفكر، هو شو بحب، هو شو بيستحمل. يمكن انا مثلا بشهر اهتم بحالي، شهر لا، شهر حسب، يعني ما في شيء محدد، ما فينا نحدد، بس اجمالا اكيد مثلا حلو كمان الشاب يكون مظهر لائق، ما في شك بهالشيء. احنا طبعا صبيه نفس الشيء عم نحكي عن مظهر اللائق، ولكن بالمقابل عم نحكي عن الاسراف الزايد. عن الاسراف الزايد هيدا فيه له كثير توابع، من انترنت لتليفون لاكل لشرب لظهرات للبس، كله بيتدمر. والاسراف الزايد بشكل خاص على المظهر، هلا هون كل انسان حسب شو الاولويه عنده اياها، في ناس عندها الاولويه المظاهر واللبس وتياب، بشكل شخصي انت عم تاخذ هيدي الاولويه؟ يعني ربما، ما بقول لك لا ربما، ببعض الاحيان عم بعض الاحيان بفضل. برايك له الموضوع جانب سلبي ولا لا بتشوفه كله ايجابي؟ يعني له اكيد في سلبي وفي ايجابي. السلبي ممكن بشو؟ يعني ممكن انه مثلا الانسان يقطع حاله من شيء كرامه هو يلبس ويعمل، يعني مثل قوله المثل على نتدين لنتزين، وهو بدك للصراحه هذا الواقع، يعني سوري اذا بقول لك يمكن 40% او 50% عم نتدين لنتزين، هيدي هي الخبريه. مواقع التواصل قد ايه اثرت برايك؟ يعني اليوم البضائع بعدها معروضه اونلاين، اليوم مش بس هيك يعني الشاب عم بشوف اصدقائه وعم ينزلوا صور شو جابوا شو لبسوا، هذا ممكن ياثر؟ يعني ممكن يصير يشجع انت ممكن انتبه ليك الانسان بيستحلي، يعني مثلا يمكن انا اليوم شوف شو وزه اطلع فيه مثلا اقول انه خلص هيدا شيء طبيعي، بس لما اشوفه باجر حدا ثاني او حدا غيري مثلا شوف لابس هالتيشيرت لابسه هالبنطلون اي شيء مثلا ممكن استحلي، فهو هيدا الشيء اللي بصير. وبرايك كرامة هيك على الاونلاين كثير بصير في شوبينج، لازم يكون في ضبط لهيدا ال والله هيدا انضبطت ولا ما انضبطت حسب مرجعية الناس كيف بتفكر كيف بتحب، كل انسان له عقليته. يعني كخلاصة انت بتخطئها او معها او إلى هي معايير معينة؟ صراحة ايه فينا نقول إلى معايير حسب، عندك 50% بقول ايه 50% لا، يعني انا معه ومش معه نفس الوقت معه. شكرا كثير لك، يعطيك العافية.
الموضه علم المظاهر، وهي تلهم المرء بالرغبه في ان يبدو لا ان يكون، قول فيه الكثير الكثير من المعاني والابعاد، فشتان بان ننشغل بما سنبدو عليه لا بما سنكون. أيمن شحيمي مدير محلات بلال وحيد للألبسة الرجالية، أهلا وسهلا فيك ببرنامج خطوة وشكرا على هذه الاستضافة. أهلا وسهلا فيك. بداية كان في لنا جولة مع الشباب شفناهم، أخذنا آرائهم بموضوع البذخ على اللباس أو المظهر الخارجي بشكل عام، فكانت الآراء أكيد متنوعة، ولكن الأعم الأغلب بيشوف أنه عم بيصير اهتمام زائد عن الحجم الطبيعي لموضوع المظهر الخارجي. بما أنك مدير هذه المحلات على احتكاك مع هؤلاء الشباب، كيف بتقيم الوضع؟ هل فعلا في هذا البذخ الزائد، في هذا الاهتمام الزائد بالمظهر الخارجي برأيك؟ آه صحيح صحيح، هذا الموضوع عم نلاحظه عنا هون بالشغل عنا، يعني بيجي الشاب كتير بيهتم بالموضة وبنفس الوقت بكلفه من رصيده المالي، فيك تعتبري هذا الموضوع يعني هل جداً. من تقييمكم عم بكلفه من رصيده المالي اكثر من قدرته الشرائيه؟ ايه صحيح صحيح. في امثله يعني في شيء يعني في عندنا نحن بعض الشباب زبونات المحل عندنا هون بتلاقي بيشتغل خلال الشهر كله كل اسبوع بس يقبض، بسموها بالجمعيه يعني، بيعمل حسابه انه لازم كل اسبوع يشتري غيار كامل، بين قميص بين تيشيرتس بين البنطلون الجينز مع الحذاء وغيره. برايك موجود. هون شو السبب يعني؟ هل يعني تاثر التاثر بالموضه الخارجيه هي هيدي المشكله يعني. تاثر كثير كثير، عم بتاثر الموضه الخارجيه من برا. حتى هو كمجتمع يعني احنا اليوم عم نحكي كمجتمع كبيئة، مجموعة الشباب اصلا بتأثر ببعضها برأيك كمان يعني هيدا بيلعب دور، يمكن حدا عم يلبس فبصير بده يقلده او ما بده يكون مية فيه بالمية. احسن مية منه 100%. هيدي لها دور كبير كمان. الاخوان يعني لما بيقعدوا الشباب مع بعضهم بالسهرات بالبيت بالقهاوي مثلا كله بيصير مثل بغار من رفيقه انه هو لابس هيدي الموضة، انا لازم البس احسن منه او البس احلى منه، أو إذا مش قادر مادياً جيب شيء بتشبه فيه نوعاً ما. مواقع التواصل برأيك قد أثرت؟ كثير يعني بتأثر، فتحت هذا الموضوع يمكن الباب على العالم كله كتير إذا كان كتير مشاهير ولا أشخاص موضة عادي. موضة هيدي اللي طالعين بالإنترنت هلا والفاشن اللي عم بينزلوه على الإنترنت وعلى التلفزيونات كثير كثير عم بيركضوا الشباب والأولاد عليه هذا الموضوع كثير مش شوي. يعني بيكون يعني في عندك اشخاص بدهم مثل لباس شخصيه معينه او بصير هون بالتالي في بذخ زياده لانه في منه هيدا الموضوع في منه، وبنفس الوقت بيجيك بيقول لك انا بدي مثلا هيدا السيستم انا شفته بمثلا محل معين او شفته بصوره معينه بدي نفسه هو بذاته، لدرجه انه بده يعتبر حاله انه هو هذا الشخص لابس هذا اللبس. كثير عم بيتأثروا بهذا الموضوع. برأيك لما بيصير في اهتمام يعني بموضوع اللباس بشكل زائد، في شيء بمقابله عم بقل؟ يعني احنا بنعرف انه مثلا بعمر الشباب بيكون الاهتمام بالجامعه العمل وبعدين التفكير بالزواج مثلا، يعني هذه المراحل لما بيكون في هذا الهوس الزايد بالمظهر بيأثر على كافه؟ طبعا بيأثر اكيد، لانه اذا كان هو مدخوله الشاب محدود معين عم بيروح اكثر من نص المدخول على المظاهر الخارجيه من تياب من سهرات من غيره، كله هيدا عم بيأثر. عشان هيك إذا بتلاحظي نسبة الزواج بين الشباب بهيدا الوقت كتير متدنية، يعني بموضوع هون الكماليات والأساسيات إذا فينا نقول عم تاخد كتير من رصيده المالي من مدخوله الشهري اللي عم بياخده، مش بالغالبية العظمى بس الغالبية 75-80% من الشباب علقانين بهيدي المشكلة. هل في مشكل أو في لوم على يعني أصحاب المحلات مثلا بأنه وجود كتير عرض أم لا هو الموضوع لا خاص لا هي بشكل موضوع خاص؟ لا هو الموضوع بيتعلق هو المظاهر هيدي الاجتماعية اللي صارت بالخارج كتير نحن عم نتأثر فيها. ما إلى علاقة الموضوع التياب، هو الشخص شو بيفضل، في ناس بتحب الكماليات الخفيفة مثل ما تفضلتي إلى حسابات معينة، في منهم لا في منهم يعني عم بتروح ضمن الأساسيات جدا وعم تاخد كل أسبوع لازم يغير، كل أسبوع مثلا عنده سهرة عنده ظهرة طبيعي. وبالنسبة للماركات العالمية يعني أو الماركات المهمة واللي بيدفعوا حقها مثلا أسعار
جدا عالي، يعني بزخ جدا بهيدي بحجه انه هي نوعيه جيده او نوعيه منيحه. برايك يعني قديش شبابنا مقتنع بهيدي الشغله؟ هل هي شغله صحيحه فعلا ام ماذا؟ لا، هيدي مظاهر خارجيه بس، يعني دعايات. دعايات انه انا عندي هيدي الماركه المعينه، اوكي، هي بيعتبروها عم تعطي ثقه بالنفس بمكان، يعني للشخص للشاب او للشخص. في شباب بحب يبين انه هو لابس هيدا اللوجو او لابس هيدي الماركه المعينه، قد ما بتكلفه ما عنده مشكله، يعني بيعتبرها من باب كمان من المظاهر انه انا اذا كان قاعد مع مجموعه من الشباب انه انا لابس ماركه معينه بيشوف حاله فيها بيفتخر فيها، وهيدي بتكلفه من رصيده المالي اللي كنا بالحديث انه بتاخر عليه بعض المتطلبات، الجامعة والعمل، الزواج. إذا عم بيفكر لقدام للزواج هذا كله بيأثر. يعني هي فعلا أكيد. لما توصل برأيك لمرحلة زيادة أكيد نحن في عنا شيء بيضل ضمن الحدود والمقبول كشراء ملابس، ولكن في شيء أنتم بتلاحظوا أنه عم يطلع زيادة ممكن يأثر على كافة تفاصيل الحياة. أيمن الجحيم بدي أشكر وجودك معنا ويعطيك ألف عافية. الله يعافيك، شرفته. أمل دياب صاحبة بوتيك أمل للألبسة النسائية، أهلا وسهلا فيك ببرنامج خطوة وشكرا لهذه الاستضافة. حبيبتي أهلا وسهلا فيكم. أمل، يعني نحن عملنا جولتنا وجينا لعندكم، شفنا الشباب وبعض يعني جزء كبير قال في تعلق بالتياب، في ضعف لما بيشوفوا تياب، حتى ببعض الأحيان هني منهم بحاجة إلها ومنهم قادرين أنه يشتروها حتى من الناحية المادية. احتكاكك مع الصبايا هذه الفئة الشابة، كيف ممكن توصفي لي هذا الواقع؟ أول شيء أنه الصبايا هلأ بهالأيام قد ما صار في عنا موضة وكل يوم في عنا أزياء جديدة، صاروا كتير عم يتعلقوا أنه كل يوم يظهروا يعملوا شوبينج ويشوفوا شو فيه، فطبيعي بدهم يصيروا كل يوم يشتروا، وهيدي الشغلة عم تخليهم أنه ما يشبعوا، يعني كل يوم بدهم يجوا، كل يوم بدهم يشتروا، كل يوم في شيء جديد عندهم. وبالإضافة أنه نصهم بحسوا أنه في أوقات عندهم حالات أنه بتمرق، إذا كانوا ستريس او شيء، كمان هيدي الشغله انه بتلبي لهم مطالبهم، فبيجوا بيشتروا كمان لحتى ينفسوا شوي. وكانه يعني شراء الملابس، يعني هيدي البعض قال هو بحقق سعاده معينه. مزبوط. للفئه الشابه، بتقديرك قد ايه هذا الموضوع سليم ام غير سليم؟ يعني اول شيء هو على شو عم بياثر، يعني على الوضع المادي لهؤلاء الشباب، يعني عم يشتروا شيء بعض الاحيان فوق طاقتهم برايك؟ يعني بلا اكيد في بعض الاوقات بكون سلبي واوقات بكون انه ايجابي، ما في شيء ضرر، حسب انه كل وحده قد ايه انه عم تترك حالها انه تفوت بهيدا المجال. بصير سلبي لما كل يوم هيدي الصبيه عم تظهر وبتحس انه بدها تلبي رغباتها، وبتوصل لمرحله انه ما بقى قادره تكفي حتى ماديا، يعني بتصير تقول انه اوكي هيدا الشهر اخذت هالقد، خلوا لي هيدول، الشهر الجاي بيجي بسد، بتصير عندها اعباء ماديه عم تحمل حالها فوق طاقتها. بعض الاحيان اوكي لو نحن استفدنا، بس اوقات بنحس لا انه هي عم تغرق، انه شوي شوي نحن صار لازم نساعدها ونقول لها ستوب، انه هالقد ما بقى فيك اكثر من هيك. صادفتك بعض الاحيان انه عن جد انه خلاص، لانه اكثر الاستصراحات اللي كنا يعني امل شددوا جدا على عباره المثل اللبناني انه بيتدينوا ليتزينوا، وما عم بالغ معظمهم قالوا هيدي العباره، يعني مزبوط. اذا مش عن حالهم عم بيقولوها عن المحيط اللي موجود. لهذه الدرجه برايك المظهر بات اساسيا اليوم في مجتمعنا؟ هلا صار ينحكم على هالقد يعني على الفئه الشابه بين بعضهم من خلال المظاهر؟ اكيد، لانه نحن هلا عايشين بجو انه كثير تغيرنا عن قبل، يعني صار الشكل اكيد كثير مهم، وخاصه مع هلا وجود التليفونات واونلاين وواتساب وانستغرام، صار كل يوم الوحده بقى تلبس يمكن انه مرتين لازم تغير، مش مره وحده، لحتى الصوره انه كل مره تطلع فيها بتياب جديده، فمضطره دائما تظهر على السوق وتعمل تشيك وتشوف شو في، اوقات بتشتري اشياء يمكن افوردبل لها، اوقات لا عم تحط انه شغلات انه لازم هذا الترند دارج لازم جيبه، وعم بكون انه فوق طاقتها، فعم تضطر تاخده وتتدين وتصير تسكر شوي شوي، انه هيدي الشغله كثير صارت ظاهره عندنا. قد ايه هذا الشيء بياثر سلبا وعلى شو بياثر؟ يعني هل هو يمكن نحن او الشباب لما بنغرق جدا بالمظاهر في اشياء ثانيه عم تتاثر، يعني في اشياء لازم تاخذ حقها اكثر بالحياه فعم تاخذ حق اقل، مفهوم الكماليات ومفهوم الاساسيات قد ايه تلخبط يعني؟ هلا انا بحس هيدي الشغله عم تخلق عند الصبايا من الفراغ طبيعي، يعني لانه في عندنا صار فراغ بمجتمعنا، صاروا عم يلجأوا لهيدي الامور، بتحسي انه اكثر صاروا عم يتطلعوا ببعض انه وين رحتي انت، وين سافرتي، وين جيتي، وين انت تصورتي، وكل هاي الشغلات انه اكيد سلبيه، انه شغلات سلبيه لقلنا، لا ما عم بيعرفوا انه يستغلوا اوقاتهم بالشكل المزبوط. حتى انا عن جد اوقات بتضايق يعني بالمصالح الصغيره مثل عنا بالبوتيكس بتحتك كثير بالصبايا، انه فبتحسيهم انه عن جد انه رايحين لمطارح انه ما لازم يكونوا هن فيها، انه لازم يستغلوا اوقاتهم اكثر،
يعني يعملوا شغلات يستفيدوا منها اكثر. لانه نحن ايضا عم نحكي تسوق، عم نحكي على صعيد المالي، وايضا مثل ما بتفضلي وتقولي عم نحكي على صعيد الوقت. يعني هي ايضا قصه بدها وقت، عم تستنزف من وقتنا وايضا عم تستنزف من المال. بالمقابل بهمنا معك يمكن نضوي على الجانب اللي هو يمكن ايجابي، او الجانب فعلا الشابات الصبايا اللي هن فعلا قادرين يقدروا شو بدهم، نسبتهم ايضا موجوده. ايه في ناس كثير بتحسيها قادره تعمل ليمت لحالها، انه انا كل شهر بدي اظهر عندي انه تو اوت فيس بدي اشتريهم، خلص هالقد هذا الليمت لها. في صبايا لا، اكثر كل جمعه بتجي بتطول شو نازلين اشياء جديده بدي اخذ، وعن جد بصير عندها اعباء ماديه كثيره، وبتحسي انه صارت محتاره كيف بدها تجيب انه المصاري لحتى تسكر دينا او شيء. هون انه نحن كمان لازم نشتغل معهم، الا انه خلص صار عندك ليمت ما بقى فيك عن جد لنساعدهم، لانه بيوصلوا لمرحله بصيروا بدهم يتدينوا، بدهم انه يمكن اغراض لبيتهم ما بقى يجيبوا، لانه لا عندهم تسكير فواتير محلات الالبسه، وهيدي الشغله كثير مضره. يعني اكيد برايكم عليكم لوم امال؟ يعني بصراحه يعني يمكن البعض عم يلعب دور الاجابه مثل حضرتك، وانا يمكن ايضا بنعرفك على الصعيد الشخصي، بنعرف الدور الايجابي اللي عم بيكون موجود، ولكن بالمقابل برايك في البعض عم يلعب دور سلبي؟ يعني في بعض الشابات بيلقوا اللوم انه في كثير مواد ملابس معروضه قدامنا، فبالتالي نحن عم نضعف. برايك السبب من وين؟ هل هو لازم يكون لا شيء رادع شخصي بتقييم انا حياتي اولوياتي قدرتي الشرائية، أم لا موضوع العرض عم بيصير كتير متاح؟ هلا هن اثنين مع بعض بصراحة، إنه صار في كتير عرض للتياب، يعني حتى أنت وقاعدة ببيتك قادرة تشوفي وتتابع الموضة وتشوفي اليوم شو نزل هيدا البوتيك وشو نزل هيدا البراند، وبصير بدك تتشجع أكتر لتظهري وتشتري. واللوم عليهم يعني اللوم إنه إيه كل وحدة بده يكون عندها إنه أكيد هي كيف تقدر تتحكم بحالها، إنه بدها تحط ليمت لكل شيء بحياتها، مثل ما كل شيء بحياتنا له ليمت، الاكل والشرب وهيك كمان هيدي الشغله انه لازم يكون لها ليمت، يعني ما فينا كل شيء انه نصرف فيه انه زياده. لا نحن بمصلحتنا انه عم نمارس دورنا الطبيعي، انه نحن لازم نتابع الموضه ودائما ننزل ودائما نشوف شو في اشياء جديده كل يوم، انه لنلبي طلبات كمان زبايننا، وبيرجع الشغله لهم انه هن لازم يقدروا يتحكموا اكثر. ايضا في عنا قصة اللي هي الملابس اللي غاليه جدا، يعني كثير باهظه الثمن تحت شعار انه هي ماركه معينه او نوعيه جدا مميزه، فبالتالي الصبايا يمكن عم ينساوا لهالموضوع، يعني دفع مبالغ طائله حق القطعه. هل برايك هذا الموضوع قد اثر؟ وبدي اعرف يعني هل هو يعني عن جد في هيك، او هو في مبالغه اصلا من قبل الاشخاص اللي عم يعرضوا يعني موضوع هذه الماركات، موضوع هذه النوعيات؟ لا هي هلا بصراحه انه كثير انه هذه الماركات كثير هلا نزله بالسوق بشكل كثير قوي، وصار عن جد انه الصبايا يمكن هم انه تجمع حق توب، هي كل السنه كانت بهيدا المبلغ تشتري فيه ثياب، صارت مضطره تجمع حق توب يمكن انه مبلغ كثير كبير بده يكلفها عشان تلبسه، لحتى تقرجين انه هي كمان ماشي بالموضه، وان هي حتتصور وتفرجي الكل انه هي عندها هي الشغله. بس بصراحه هيدا الموضوع يعني عنا اللبنانيه انه معلش بدنا نعترف فيه انه الشو اوف كثير بنحبه، وعم يربى يعني بيخلق مع الجيل وبيربى وبعضهم لهلا ماشيين فيه، فطبيعي يعني ينجروا لهالاشياء. بهمني اسالك سؤال، يعني يمكن مزيج هو بين الشيء الشخصي والشيء اللي اليوم عم نحكي، اللي هو انه نحن يعني بنعرفك يعني هيدا البوتيك، وايضا يعني رمز للاناقه والجمال، وبنفس الوقت يعني هل ممكن هيدا الشيء يتامن برايك مع عدم البزخ الزائد أكيد. مع امور نوعا ما بسيطه بس يكون المظهر لائق والمظهر مرتب؟ اكيد، اصلا هي فكرتنا نحن من لما نفتح البوتيكس، وخاصه اذا كانت متخصصه بالحجاب، فكرتنا انه نحن نطلع بطله حلوه ونميز المحجبه بطله انيقه، وبنفس الوقت انها تكون اسعارها كثير افوردبل، يعني ما في عندنا هيدي الاكسبنسيف، ما في عندنا شيء انه لا بدك بدي خليكي انه يكون انه معك مبلغ طائل لتلبسي، في عندنا بادجت عالي شوي وعندنا وسط وكله قادر انه يلبس بطريقه حلوه، بس المهم انك تعرفي انت تنسقي ثيابك، يعني هون الدور المهم انه كيف تقدر تنسق ثياب، واكيد انه بمبلغ كثير حلو قادره انت تلبسي وتترتبي. طبعا ما بدك لا ما بدك اكيد ما بدك نحن اكيد لما بنحكي بزخ نحن ما عم ننفي الترتيب هو مطلوب، والنظافه مطلوبه، والاهتمام بالشكل مطلوب، ولكن ضمن المعايير، يمكن كمان حسب القدره الشرائيه عند كل شخص، ما نحمل حالنا فوق طاقتنا بسبب فقط موضوع المظهر. امل دياب بدي اشكر وجودك معنا اليوم وهذه الاستضافه لك. شكرا جزيلا لك ويعطيك الف عافيه. شكرا بتول، شكرا لك حبيبتي.
يقول أحد العلماء إن المظاهر باتت تحكم العالم، بينما ترى الفئة الشابة التي تخصص مبالغ طائلة من أجل شراء الملابس أن هذا الأمر يحقق لهم السعادة. فهل هذه السعادة هي سعادة حقيقية ودائمة أم أنها وهمية ومؤقتة؟ فضيلة الشيخ محمد دهيني أستاذ في الحوزة العلمية، أهلا وسهلا فيك ببرنامج خطوة وشكرا على هذه الاستضافة. أهلا وسهلا بكم. فضيلة الشيخ، يمكن موضوعنا اليوم يمس كافة الشباب، كلنا عنا جامعاتنا، عنا عملنا، وبالتالي عنا الاهتمام بالمظهر الخارجي الذي يليق يمكن بكل مناسبة. الإسلام أولى أهمية لكل تفاصيل الحياة من بين موضوع المظهر الخارجي، ولكن ماذا أعطى لهذا المظهر وما هي الحدود التي وضعها كضوابط؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ليس من ضوابط كثيرة في هذا المجال، هو ضابط واحد، هو ضابط أن لا يصل إلى حد الإسراف والتبذير. فالإسلام دين الجمال، الإسلام دين الأناقة، الإسلام دين النظافة، يريد لنا أن نكون أن نعيش حالة الجمال، أن نعيش حالة التأنق، أن نعيش حالة النظافة، ولكن بحدودها، أن لا تتجاوز الحد المتعارف، أن لا تخرج عن المألوف، أن لا تصل إلى حد إسراف أو تبذير في هذا المقام. طبعا هناك بعض الضوابط الثانوية الفرعية، أن لا يتشبه رجل بامرأة أو لا تتشبه امرأة برجل، هذه أمور أخرى خارج إطار الكلام، ولكن العمدة في هذا المقام هو أن لا يصل إلى حد الإسراف والتبذير، ويعرف ذلك بأن يتجاوز حد الشأنية، شأنية كل إنسان في هذا المقام. طبعا في البداية لابد أن نبين ما معنى الإسراف. صحيح. ما معنى التبذير؟ الإسراف بشكل عام يمكن أن يكون مقابل أمرين. الأمر الأول هو الاقتصاد، وهي الحالة الوسط التي تكون ما بين الإسراف والبخل. الحالة الثانية هي البخل. فعندما نتحدث عن عدم الإسراف مرادنا أن يصير الإنسان مقتصدا، أن يصير الإنسان لا مقترا ولا مسرفا في هذا المقام. فإذا الإسراف يمكن أن نقول أنه يقابل الاقتصاد، ولا نعني به المقابل للتقتير حتى يقال أنه صفة حسنة، لأن التقتير والبخل صفة سيئة مثلا، فيكون مقابله أو ضده صفة حسنة في هذا المقام. البعض قال أن السرف هو الخطأ، ولعلهم يريدون أن يقرروا أنه خطأ اجتماعي، خطأ إنساني، خطأ سلوكي في هذا المقام، فعرفوا السرف بأنه الخطأ في هذا المقام. نحن يمكننا أن نربط في هذا المقام للتعرف على حقيقة الإسراف إذا صح التعبير، أن نربط هذا الأمر بما تحدث به علماء اللغة، فقالوا أن الكلمات التي تشترك في جذر واحد، يعني سين وراء وفاء مثلا، تشترك عادة في معنى، فيمكن أن نقول أن سرف وفسر وكلمة سفر يمكن أن تشترك في معنى عام. الفسرة يعني التي منها اللغة لفظ التفسير في هذا المقام، نعم، هذه فيها معنى الكاشفية. فالمسرف عادة الذي يسرف في ماله هو كأنه يريد أن يكشف عن قدرته، كأنه يريد أن يبين مكنته وقدرته على الإنفاق وامتلاكه للمال. يعني أنا لدي. أيضا يمكن أن نلحظها من معنى سفر، فالسفر في عادة الإنسان في حالة السفر يعيش حالة الغربة، يعيش حالة التخلي عن القوة، عن السند. كذلك الذي يسرف في ماله، الذي يبذر ماله والماديات الموجودة عنده، سوف يصل إلى حالة يعيش فيها نوعا من الغربة، بل سيكون عمله غريبا، سيكون عمله عجيبا ومستهجنا ومستقبحا من قبل الناس. أما المصروف العادي أو المصروف الزائد عن العادي شيئا ما، هذا لا يعتبر غريبا، فهذا لا يصل إلى حد الإسراف والتبذير في هذا المقام. نحن عم نحكي هون مولانا أنه هو العمل بعدنا بإطار أنه هو غريب، موضوع الإسراف جدا في اللباس، ولكن بعض الشباب بيقول أنه المجتمع فرض هذا الأمر علينا، وبنفس الوقت الإسلام هو دين مطواع مع حاجات المجتمع، فبالتالي يعني نحن وكأنه مضطرين. العمل يتطلب مثلا كل يوم لباس جديد، الجامعة، في محيط الأصدقاء، يعني كلنا عم بيعيشوا هذا الجو، فبالتالي نحن بدنا نكون شوي أيضا متواعين مع المجتمع. هنا كيف ينظر الإسلام إلى هذا الموضوع؟ ليس هو الذي يعني متواع مع تطور المجتمعات بشكل دائم، أم أن الفتوى أو الحديث في هذا الموضوع ثابتة مهما تغير المجتمع؟ كان الإسلام متواعا كثيرا في مثل هذه الأمور، ولكن في النهاية كان يعطي رأيا حاسما
لأجل أن يهذب المجتمع، لأجل أن يهذب العادات السيئة المنتشرة في المجتمع. فصحيح أن الإسلام ترك الناس على حريتها وسمح لها بكثير من الأمور وجعل العرف هو الحاكم في كثير من القضايا، ولكن ميز بين العرف الحسن والعرف السيء. فالعرف الحسن مقبول، نأخذ به ويقره الإسلام ويعترف به، لكن العرف السيء والعادات السيئة والتقاليد السيئة نبذها الإسلام وحاول تبديلها وتغييرها وإن بالتدريج. لذلك الإسلام كان له موقف، كل ما شئت، اشرب ما شئت، البس ما شئت، تزين كما شئت. وقلنا هناك روايات كثيرة تحث على التجمل، تحث على التأنق، تحث على أن يتخذ الإنسان ملابس مثلا جديدة ونظيفة وما إلى ذلك. بل هناك يعني رواية تنقل عن أمير المؤمنين عليه السلام أن الله جميل، يحب الجمال ويحب أن يرى أثر نعمته. يعني هي من الأمور المحبوبة، مش بس أنه مباحة، بينما نستطيع أن نقول هي من الأمور المستحبة أن يبرز الإنسان الجمال، أن يبرز الإنسان الأناقة، أن يبرز الإنسان حتى النعمة الموجودة عنده. ولكن كان الإمام دقيق، قال يحب أن يرى أثر النعمة، مش كل النعمة. يعني بالنهاية لو واحد يمتلك مثلا 100 مجوهرة لا يستطيع أن يجعلها على لباسه، أن يضعها في لباسه، هم بكون أبرز كل النعمة، كل ما بين يديه. صحيح. بينما الإمام طلب أن يبرز أثر النعمة. أثر النعمة عادة بكون علامة خفيفة، علامة خفيفة، فحتى فيها دقة في تعبير الإمام سلام الله تعالى عليه في هذا المقام. لذلك نقول أن الإسلام وضع حدا فقط واحدا، وهو أن لا يصل إلى حد الإسراف والتبذير. وقد بينا معنى الإسراف في هذا المقام، والتبذير هو الإسراف عينه. فالفلاح يبذر الحبوب يمينا ويسارا عندما يريد أن يزرع، فكأنه من هذا المعنى جاء معنى التبذير، هو أن هذا يرمي أمواله يمينا وشمالا من دون غير مكانها، من دون حد ومن دون ضوابط دراسة ودراية. طبعا للتوضيح يعني مولانا، يعني إحنا عم نحكي عن الضوابط بموضوع اللباس فقط من ناحية الإسراف، لأنه تفضلت ببداية الحوار أنه الضوابط بموضوع الإسراف وليس من الناحية الشرعية. نعم. أو من نعم. النواحي الأخرى. الحرية الشخصية فضيلة الشيخ، الإسلام أولى أهمية لحرية الفرد الشخصية. البعض بيقول هذه حرية شخصية من الشباب، أنا بدي حط مبالغ فوق العادة على موضوع الملابس، وهذا ما نشهده وما شفناه خلال جولتنا حول هذا الموضوع، مبالغ طائلة بيتم وضعها حتى بالدين، يتم شراء الملابس ضمن إطار الحرية الشخصية، بالمقابل ما عم بأذي حدا، أنا لا أؤذي أحدا، وواجباتي التي تتعلق بموضوع مثلا الصدقة ومساعدة الغير هي موجودة. نعم. فبالتالي أنا ما عم ضر حدا. نعم. بهذا الموضوع. نعم. هذا نوع من الهوس، أو هذا نوع إذا صح التعبير من الوهم الذي يعيشه هذا الإنسان في موضوع الشأنية. الشأنية بالعودة إلى ما ذكرناه منذ قليل عن موضوع الشأنية، نحن ما استغرقنا فيها في الحديث عنها. الشأنية هي مقدار الحاجة التي يحتاجها الإنسان، ولكل حاجته. البعض قد يشبع مثلا من سندويش، بعضهم يحتاج إلى سندويشين، بعضهم صحيح. ثلاث سندويشات. هذا بالنهاية هذا معنى الشأنية، ما كان يشبعه ثلاث سندويشات فثلاثة هن شأنيته، هذه حاجته، هذه يستطيع أن يأخذها ولا يسمى مسرفا. بينما الذي يكفيه واحدة مثلا لا يستطيع أن يأخذ ثلاثة ويرمي، يعني يأكل من واحدة ويرمي الأخرى في هذا المقام، هذا يعتبر إسرافا. فإذن هي المسألة شخصية، لكل شخص شأنيته، لكل شخص وضعه الخاص وما يليق به وظروفه الاجتماعية. ما فينا نحط قاعدة مثلا، ما في قاعدة عامة للجميع أبدا. على سبيل المثال يشتري مثلا 4 قطع في الشهر ملابس، هذا ليس مثلا أبداً. ما في قاعدة أبدا، حسب الشخص وحسب وظيفته وحسب مكانته الاجتماعية وحسب حاجته في هذا المقام لظروف عمله أو ما إلى ذلك. ربما بعضهم، أنا أضرب مثال مثلا طالما عم نحكي بالألبسة عموما، أضرب مثال مثلا بعض المهن تتطلب وقوفا لساعات طويلة، تتطلب حركة مشي، حالة حركة. طيب هذا إذا جاء بحذاء في هذا المقام، لكن من نوع جدا فخم من الطبي مثلا، بحيث يحفظ له استقامة ظهره، بحيث يحفظ له مثلا راحة بدنه، هي ما في مانع حتى ولو كان سعره أضعاف مضاعفة عن الحذاء العادي. بينما شخص أصلا كل عمله هو جالس، ما حاجته إلى مثل هذا الحذاء مثلا. وكذلك في سائر ألبسة، في الأقمشة، في الألوان، في الموديلات، في الأمور الجديدة، في الموضات الجديدة، هذا يحتاج إلى تقييم حالته الشخصية، موقع عمله، ظرف عمله، حالته صحيح. الاجتماعية، ويتحرك صحيح. على هذا الأساس، فليس من قاعدة عامة. حلو، كلام جدا جميل فضيلة الشيخ. هو كل شخص قادر أنه يقدر هنا، يعني أكيد قادر هو يقدر. الذي يستطيع أن يحكم على صحيح. نفسه. مولانا سؤال لا أدري يعني إذا هو يصب في هذا المكان أو لا، ولكن أنا حابة أن أطرح، هو أنه أئمتنا دائما كانوا يربوا
البطون، كل الأعمال بموضوع الروحانية بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. يعني في عنا الأثر الملموس في الحياة، وفي عنا الأثر القلبي، هذا الأثر الجميل. المبذر كثيرا في موضوع الملابس، يعني فوق العادي والمبالغ فيه. هل على هذا الأمر ممكن أن يؤثر في روحيته مثلا، في علاقته مع الله، أو لا الموضوع بعيد برأيكم؟ قبل الجواب المباشر لابد من مدخل إلى هذا الجواب، وهو أن اللباس مهما كان يعني جميلا ومزينا للبدن، فإن لباس الروح خير في هذا المقام. وبالتالي على الإنسان يعني من الوصايا التي يمكن أن نطرحها لهؤلاء الشباب الذين يرغبون في اقتناء الكثير من الثياب، أنه مهما اقتنيت من هذه الثياب فأنت تملك جسدا واحدا. صحيح. حتى ينقل عن بعض العلماء كالسيد الشهيد محمد باقر الصدر رحمة الله تعالى عليه أنه كان يطلب منه أو من قبل عائلته أو أولاده أو زوجته أو كذا أن يكون له أكثر من ثوب، فيقول هل وهل لي إلا جسد واحد. فينقل عن بعض العلماء أنهم كانوا لا يكثرون من الثياب، والإنسان إذا فكر بعقله لوصل إلى هذه النتيجة، ليس له إلا جسد واحد، لن يستطيع أن يستفيد فعلا إلا من لباس واحد. نعم أحيانا الظروف الاجتماعية تقتضي هذا التعدد، لكن لابد أن يبقى ضمن حدود، ولا سيما أنه إذا فكر أيضا بطريقة عقلائية لوجد أن هذا الأمر مطلوب. لماذا؟ لأنه لن يستطيع أن يشبع شهوة نفسه في اقتناء جميع الألبسة. يعني لو اشترى كل ما في السوق اليوم، بعد يوم أو يومين سيكون هناك موديلات جديدة لن يستطيع أن يحصيها جميعا. فإذا لن يستطيع أن يشبع شهوة نفسه، فليشبع حاجة جسده فقط، وجسده محتاج إلى لباس أو لباسين، لباس للشتاء لباس للصيف أو هكذا. نرجع إلى أصل الفكرة التي طرحتها في هذا المقام، وهو موضوع الجمالية. صحيح. الروحية. الأئمة سلام الله تعالى عليهم كانوا يحثون على ذلك، وكانوا يعتبرون أن هذا هو جوهر الإنسان، الروحية جوهر الإنسان، وبالتالي لابد من تجميل الروح قبل التفكير في تجميل الجسد. ولكن هذا لا يعني أبدا أن نهمل الجسد لحساب تجميل الروح. فلا بأس بالجمع بين الأمرين معا. ولذلك كان الحث كثيرا، خذوا زينتكم عند كل مسجد. عندما نريد أن نذهب إلى المسجد فلنأخذ زينتنا. صح أنها زينة الروح، المسجد هو الذي يمنحنا زينة الروح. فإذا ما هي الزينة التي نريد أن نأخذها عند الذهاب إلى المسجد؟ هي الزينة التي تكون تحت اختيارنا، وهي زينة الجسد في هذا المقام، من نظافة، من عطر، من غسل، من تطهر وما إلى ذلك، حتى نكون الحاضرين دوما في كل ساحة بأجسادنا بأرواحنا. ولا لكن لابد من التوازن. أهم شيء في حياة الإنسان أن يحفظ التوازن، أهم شيء أن ينصاع لأوامر عقله، أن ينصاع لتوجيهات عقله في هذا المقام، وأن يقتدي بالهدات المعصومين، وأن يقتدي بالعلماء الصالحين في هذا المقام، ويعرف أن المسألة، كل المسألة، أنه لا يجوز له أن يطغى، لا يجوز له أن يبغي، لا يجوز له أن يخرج عن الحد. يعني صحيح. هناك حدود، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. صحيح. من لم يتعدى حدود الله مهما سار في الطريق يمينا أو يسارا، هو ماشي بالمكان الصحيح وفي الخط المستقيم وفيما يريده الله تبارك. صحيح. وتعالى. فضيلة الشيخ محمد الدهيني، يعني أفضتم فعلا، يعني الاختيار دائما يكون موفق في اختياركم في هكذا مواضيع شبابية قريبة لهذه الفئة الشبابية. شكرا جزيلا لك، وأشدد على سؤالي الأخير، هو فعلا كما العبارة التي ذكرتها هي لباس الروح ولباس الجسد، هذا التوافق بينهما فعلا يؤدي يمكن إلى مكان من الكمال ومن الجمال يحبه الله ورسوله وأيضا العباد أيضا، يعني يكون هذه الشخصية محببة لدى الجميع. فضيلة الشيخ محمد الدهيني شكرا جزيلا لك، ويعطيكم ألف عافية. الله يسلمكم إن شاء الله، بارك الله بكم. الدكتورة سماح رمضان، اختصاصية في علم النفس التربوي، أهلا وسهلا فيك ببرنامج خطوة، وشكرا على هذه الاستضافة. أهلا وسهلا. بداية دكتورة، موضوعنا هو هوس في المظهر، هوس في الشراء الملابس لدى الشباب. إذا بدنا نعرف بداية ما هو الهوس، يعني عندما نقول هون في مشكلة عند هذا الشاب أو هذه الفتاة، ولا بالمقلب الآخر هون بعده الوضع طبيعي ومقبول؟ هوس الشراء، أو نلاقي له كتير نحن مصطلحات، التسوق القهري، منقول له إدمان التسوق، وبالإنجليش معروف بالCBD أو الأونيومانيا، هو عبارة عن اضطراب موجود مثل باقي الاضطرابات اللي لها علاقة بالهوس الأوبسيشن. بشكل أساسي هو عدم القدرة على التحكم أو المقاومة لعملية شراء، وعادة ما ببلش بشغلة إيجابية جدا، يعني يبدأ هذا عادة عن النوع من الهوس بالشعور بالسعادة، بالشعور بالذروة والنشوة، لينتهي أخيرا بالإحساس بالذنب. يصير أكيد الإحساس بالذنب نتيجة المشاكل المالية، المشاكل الاجتماعية اللي ممكن يقع فيها الشخص المصاب بهذا الشغلة. هوس الشراء إجمالا يصيب الشباب
بآخر مرحلة المراهقة، يعني إجمالاً تحت العشرين أو تحت 18 نحن ما منقول شخص مصاب باضطراب هوس الشراء، لأنه هذه المرحلة العمرية إجمالاً تترافق مع كتير تغيرات وحب للجسد، وبالتالي ما فينا نصنفها كهوس. إذا ما نحكي كمان بشكل عام عن الهوس سواء شراء أو أي شيء تاني، إجمالاً الأشخاص اللي مصابين بهوس الشراء يترافق هذا النوع بنوع تاني من الاضطرابات بيكون موجود عندهم، اضطراب القلق، الاكتئاب، الوسواس القهري، الأوسيدي أو أي شيء تاني. يعني عادة الأشخاص اللي مصابين بهذا النوع من الهوس مش بس بحبوا يشتروا، يعني بيكون عندهم مشاكل أو اضطرابات نفسية تانية بتترافق معهم. وكمان مثلا عندنا اضطرابات الاكل، اجمالا هؤلاء الاشخاص بيكون عندهم مشاكل بالاكل، بياكلوا كتير او ما بياكلوا كتير، وبيصيب كل الطبقات الاجتماعيه، الفقراء والاغنياء على حد سواء. اذا بدنا نقول نحن بشكل عام هيدا الشخص مصاب بهوس الشراء، فينا من خلال ملاحظته لاحظ شغلتين كتير أساسيتين. أول شيء عنده ارتفاع عالي بمستوى أو بمعدل المزاج، يعني دغري بينبسط بيفرح، ودغري مثل ما قلنا بحس بالذنب أو بيزعل أو بيكتئب. والثاني هو التجاوب الكبير مع المثيرات الخارجية، يعني أي شيء بيكون بالسوق، أي شيء بحبه دغري بيلفته، يتجاوب مباشرة بشكل جسدي، يعني ليعمل سلوك على الأشياء اللي هو بس يشوف شيء لباس أو شيء يعجبه مباشرة، مثل ما تفضلت قلت تحمو هذه السعادة، وبالتالي إذا اشترى بعدين بيصير في هيدا الندم. إذا بنحكي أكثر، يعني نحن اليوم يعني ليه بنوصل لهذه المرحلة؟ يعني ليه الشاب أو الفتاة ممكن يوصل لهذه المرحلة؟ هل هو العائلة؟ هل هو المجتمع فرض علينا الاهتمام هالقد بالمظهر؟ يعني ما هي الأسباب؟ هلأ يقال أنه إحصاءات مش دقيقة، بس إجمالاً أنه ما يتعدى 70-80% من المصابين بهوس الشراء هن من النساء. في سبب لهيدي الإحصاءات اللي بتطلع دايماً كتير، أنه الرجال إجمالاً من الصعب أنك تعرف إذا هن مصابين بهوس الشراء نظراً لنوعية اللي بيشتروه. يعني إجمالاً بيروحوا على السيارات، على العدة، مش مثل الموضة. الموضة اللي هلأ كتير منتشرة، اللي عبارة عن تياب، أكسسوريز، مكياج وغيرها، بتحس المرأة أكتر لها علاقة فيه. ليه بلش كتير يتداول فيه؟ في له كتير أسباب. أول شيء هو كتير تسلط الضوء عليه ببدايات القرن 21، يعني تقريباً من 15-20 سنة تقريباً. سبب أكتر شيء كان هو انتشار الماركتينج، التسوق بشكل كتير كبير، سواء عبر الأونلاين باينج، التسوق عبر الإنترنت، انتشار الكريدت كارد بشكل عشوائي بالمصارف، أنه أي حدا صار فيه ياخد كريدت كارد، فيه قصيد، فيه يعمل أي شيء. هيدا السبب الأساسي اللي كتير ظهرت. إضافة أكيد لسبب كتير أساسي هو كتير هلأ المجتمع رايح على الاهتمام بالشكل، اهتمام بالموضة واللبس، لأشياء يمكن هلأ إذا بتسألي حدا قبل بيقلك أنه نحنا ما كنا نتوقع ممكن نوصل لمرحلة مثلا نلبس هيك أو نعمل أي شيء تاني. من أسبابه بشكل أساسي عندك الحاجة للشعور بالتميز. في أشخاص كتير بيلجأوا للشكل، لللوك الحلو، ليحسوا هني حالهم مميزين، لناس تطلع فيهم، وبالتالي بخف عندهم الشعور بالوحدة، وبيزيد عندهم الشعور بالكفاية، أنه أنا هلأ مكتفي نفسياً، أنه أنا مرتاح، أنه أنا سواء على المستوى المادي، يعني واو هلأ العالم لما تطلع فيه أنه أنا قادر أشتري، قادر أشتري، واو كمان أنه أنا كتير شكلي حلو ولبسي حلو ومكياجي حلو، وبالتالي بتصير الناس بقى تسعى لتقلدني. طب هون مين أثر بمين دكتور؟ يعني احنا عم نحكي اليوم عن موضوع ولكن له أكثر من اتجاه، يعني عم نحكي الاتجاه الأول هن الأشخاص اللي مهووسين بموضوع المظهر، عم نحكي أيضا عن الأشخاص اللي هن بمثل المتلقي، يعني أنا اللي مثلا إذا حضرتك هيك أو أنا هيك، يعني في انبهار عم بيكون من الطرف الثاني اللي هو يمكن غير مهووس ولكن بالشيء الحلو بإعطاء الإطراءات. يمكن هون من يؤثر بمن؟ يعني في عنا كذا عنصر، في عنا أيضا محلات التياب، في عنا المجتمع، في عنا الأشخاص اللي بدهم وظائف طلب المظهر يكون لائق، في عنا الحياة الجامعية. يعني من المسؤول؟ من يؤثر بمن برأيك؟ أول شيء لنقول مين المسؤول، ما نشوف نحنا شو سببه. يعني إذا بلش هيدا السبب، هيدا الهوس من الطفولة،
معناتها السبب مش كتير بيكون له علاقة بالمجتمع وبالثورة التسويقية اللي عم نشوفها نحنا. الطفل عادة هو وصغير بحاجة لكتير نعطيه حنان ونعطيه كذا. طبعا نحنا ما عم نقول أي شخص بحب يشتري معناتها عنده مشاكل بالطفولة. خلينا نكون واضحين باستعمال العبارات. نحنا لما نقول اضطراب disorder يعني نحنا عم نحكي عن مشكلة بلشت تتأثر على سلوكي وعلى علاقاتي مع الآخرين. اوكي يعني اذا هيدي الشغله ما عم تعمل لي مشاكل عائليه، ما عم تعمل لي دين، ما عم تعمل لي شيء، ما فينا نعتبرها اضطراب، بتكون عباره عن مشكله. هي دكتوره لما بتفوت بموضوع الدين لانه هذا الشيء عم بيكون موجود يعني مبالغ عاليه نوعا ما تفوق القدره الشرائيه عند الشخص، عاليه نسبيا له في دين بهذه المبالغ، وبالتالي موضوع التقسيط لانه عم يتم اخذ كميه كبيره من الملابس. حتى موضوع التقسيط اذا الشخص عاده قادر انه يسد، يعني عارف حاله انا الشهر اللي جاي قادر انه ردهم، كمان نحن اجمالا نستثني من مرض الهوس لانه بنعتبر انه هو قادر انه يعمل ترشيد او اداره لمصروفه بشكل كتير كبير. بس اذا بدنا نفصل شوي بموضوع الطفوله، اذا كان الطفل عاده عم نحكي طبعا تحت ال 11 سنه 12 سنه عنده حرمان عاطفي كتير كبير من اهله او من محيطه، بيرجع لشغله كتير اساسيه هو انه بصير يبدل الاشخاص بغراض. نلاحظ انه بصير يحمل كتير تادي بير، بصير يحب انه يكافئ حاله. وهون اذا ما نروح على الناحيه النفسيه اللي عنا علم النفس السلوك اللي بيحكي انه لما الطفل يصير بده يفتش على تعزيز ايجابي له. والنوع الثاني هو الحرمان المادي، يعني لما يكونوا الاهل فقراء بمعنى ما قادرين انه يجيبوا للطفل العاب وكذا، بصير الولد كمان بهيدي المرحله يخترع العابه، بصير كمان يحاول يعوض. توصل لمرحله الشباب بصير بده يشتري كل الاغراض اللي انحرم منها. هيدا بيكون المجتمع ما كتير عم يلعب دور عنده، واجمالا اللي بيخصه بالطفوله صح. اجمالا هذا النوع من الهوس بالشراء يتاثر كتير بالعامل النفسي اللي موجود عند الطفل، ما له علاقه بالماركتينج اللي عم بتصير. وهودي الاشخاص بما انه من هن وصغار اعتادوا انه يلعبوا لحالهم، اعتادوا انه هن يكافئوا حالهم على اي شيء بيعملوه لانه محرومين، بيعتبروا شراء الملابس او الاغراض هو جزء من مكافاه الذات لهم. واما بالنسبه اذا ما ناخذ وجهه نظر تانية اللي لها علاقه بالدور البيئه، بنروح لعالم نفس الاجتماعي اللي بيقول انه الهوس اللي بيصير بالشراء له علاقه بتكوين الهويه. يعني مين انا؟ هل انا اذا لبست هيك رح يحبوني احلى؟ وهيدا النوع اصعب بالنفس ايضا. أي دكتوره صح. دكتوره نحن اذا بدنا نحكي شوي عم نحكي اكثر تعمقنا بموضوع الهوس، في ايضا موضوع اللي هو الاهتمام الزائد. يعني انا بهمني ضوي على هاي النقطه اللي هو نحن في نسبة كبيرة من الشباب هي غير، يعني أكيد ما أنا واصل لموضوع الهوس، ولكن في اهتمام زائد يعني بيقدروا يقسموا يمكن مثل ما عم نقول معاشهم، ولكن عم بيروح مثلا ثلاث أرباعهم على الملابس، عم بيروح يمكن ربعهم عم بيقللوا حاجاتهم الأساسية لحتى ياخذوا لهيدا الشيء اللي ما بعرف إذا هو ممكن يكون سنوي أو يدخل ضمن إطار الحاجات الأساسية بكثرة. هولي عن هذه الحالات دكتورة، يعني هون لما نحكي عن اهتمام زائد يعني نحن عم نحكي عن مشكلة، لما عم نحكي عن مشكلة يعني تحتاج إلى حل. هيدا الشخص اللي بيكون عادة بحب كتير، خلينا نقول مش مهووس، بحب كتير هيدا الشيء، على فكرة ما كتير بيفرح بعملية الشراء. من هون بتقدري تعرفي إذا في مشكلة. يعني عملية البحث بحد ذاتها بتخليه يشعر بالاستمتاع، يعني ماشي بالسوق يفوت على المحلات ويجرب التياب، لو ما اشترى يتفرج على الوجهات من برا. إذا حس حاله الشخص هودي فعلاً عم يعطوه هيدي المتعة، معناتها أول مؤشر أنه لا أنا فعلاً عندي مشكلة، عندي هوس زائد. دكتورة للأسف يعني بس أنا في عندي نقطتين باختصار بهمني كتير ضوي عليهم. مواقع التواصل فعلاً قد أثرت على هيدا الموضوع، يعني اليوم عم نشوف بكثرة صبايا وشباب مبينة، يعني مظهر الصورة هي لإظهار الملابس، هي ليست لإظهار الوجه ولا العمل ولا الطبيعة ولا أي شيء سوى الملابس. تقييم هذه الحالة؟ لا، في مثل حلو بيقول انه الموضه كلمه اخترعها الاغنياء ليحكموا بها الفقراء. انه اجمالا اذا ما نلاحظ بالعالم، لو حتى بتحس الاشخاص اللي كتير معروفين public figures يعني ما هالقد بينشغل على منظرهم او مظهرهم الخارجي الا اذا كانوا بيشتغلوا بالموضه، يعني بس بشكل عام. اذا لما نحكي عن وسائل التواصل الاجتماعي وقديش الشباب عم يتاثروا بالصور اللي عم بشوفوها، بنحكي عن شيء بعلم النفس اسمه النظريه الاجتماعيه. النظريه الاجتماعيه بتقوم على شغله كتير اساسي هو النمذجه.
نمذجة يعني قديه بيتأثر الشخص بالمحيط اللي موجود فيه. مشان هيك نحن منقول أنه دايماً منظومة القيم اللي بتحكم الشاب من هو وصغير وكبير وإلى آخره كتير بيصير بيشبه عائلته، بيصير بيشبه رفقاته اللي موجودين. إذن علاقته بوسائل التواصل الاجتماعي إذا عم نحكي تحت العشرين، من الصعب جدا انك انت تقدري تلغي هيدي الفكره اذا موجوده فيك تعملي لها وقايه على صغر. اما اذا عم نحكي عن الشباب اللي عندهم هوس بالموضه وبالشكل فوق العشرين، اول شغله لازم يعملوها هن يعترفوا انه لا انا عندي مشكله. ليعترف انه عندي مشكله نرجع منأكد على موضوع هو انه انا هيدا الموضوع عم بيأثر على حياتي وعم بيأثر على سلوكي وعلى علاقاتي مع الآخرين وعلى قدرتي المالية لأنا سد أو كل حاجاتي الباقي. يعني هو صارت الأولوية إنه شوف الإعجاب من الآخر، يعني حتى من هول الأشخاص حتى على مواقع التواصل قد فعلا عم بيصير في إعجاب بلباسهم أو بهذا الشكل. نقطة أيضا يعني إحنا كنا عم نقول ونربط بين الأشخاص، يعني الشباب بالعالم اللي هن الأشخاص اللي قدروا يحققوا إنجازات، اللي هن إذا بنطلع مظهرهم الخارجي عادي جدا، اكيد في ترتيب ولكن هو عادي. هل هناك علاقه بين انه الشخص الاهتمام بمظهره الخارجي بياخذ حيز من تفكيره وعقله وبين مثلا اهتمامه بالعلوم بالنشاطات العلميه بالحياه؟ هلا لا شك حسب اهتمامه هو شو. هلا اذا نحن عم نحكي بدنا طفل ايه انجح كعمر شباب، يعني هناك علاقه لما يعلى الاهتمام بالمظهر عم بقل الاهتمام بالامور الثانيه. هي مش بس بموضوع المظهر، اي شيء انت بتعطيه وقت كتير طويل بده يكون على حساب شيء ثاني، وبالتالي لا هذا التوازن لازم يكون موجود. بتقولي لي انت انه الطفل او الشاب عفوا عم ياخذ كتير جزء من وقته بالنهار على شعراته وعلى الثياب اللي بيلبسها، هو لازم اصلا عارف انه انا لما عم بعمل هالشيء بده يكون على حساب شيء. الهدف الاساسي انه هو ينظم اولوياته، يبقى شكله مهم ويبقى انا انه حاطط بارفان ومرتب وانيق، بس بنفس الوقت ما يكون هيدا الشيء اولويه على سلم اهتمامات، وهذا المطلوب مش أكثر. وكوقاية دكتورة سؤال أخير، يعني اليوم قلنا أنه في مراحل في الاهتمام، وقلنا أنه إذا في اهتمام شوي زايد يعني في مشكلة بعدين نصل للهوس، كيف ممكن نحمي حالنا من هذا الموضوع؟ رح نحكي بشكل أساسي عن الاهتمام الزائد، لأنه مثل ما قلنا إذا عم نحكي هوس عم نحكي عن علاج أو أخصائي اختصاصي نفسي، وبالتالي في خمس نصائح كتير سهلين وبيقدر الشخص يعملهم بس إذا شوي هيك يعني عمل شوية إصرار. قالوا أول شيء لما بدي روح أعمل شوبينج أو أتسوق روح لحالي أو روح مع أشخاص بعرف أنه عندهم إدارة لمصروفهم أو ما بيحبوا كتير التسوق، لأنه إجمالا بنرجع لموضوع النظرية الاجتماعية، إذا أنا رايح مع حدا كتير بحب يتسوق وبالتالي أنا باللاوعي تبعي بدي صير انسجم اشتري اشتري كتير. نصيحة تانية انه انا اذا بدي استعمل كريدت كارد حط لها انا ليميت بقلب البنك، يعني انا بحط فيها مثلا $100 قول انه انا بعرف ما قادر اصرف اكثر منها لانه حيتاثر. او استعمل عوضا عنها الديبت كارد اللي هي بطاقه الدين اللي هيدي بتصرفي بس اللي موجود معك، ما فيك تاخذي راحتك بالشراء. صح. ثالث نصيحه انه انا لما اروح على السوق احمل قدر معين من المال. بيقولوا اخطر شيء انه انت لما تقبض معاشك تنزل تروح على البيت ماشي، معروفة هاي، لانه دائما بتصير تصرف كتير زيادة على الطريق. اذا انا بس لقدر على السوق بعرف انه انا هيدا المبلغ لو بدي كتير هيك ضايق حالي الافضل انه انا بس اخذ هيدا المبلغ معي. نصيحة الرابعة انه نحاول قد ما فينا انه نتفادى نتسوق وقت التنزيلات الكتير كبيرة، يعني لما نحكي بال90% و80% لانه اجمالا بتكون بالسوق كله. صحيح. وهيدا شيء كتير مغري كمان. والنصيحة الأخيرة أنه قبل ما أظهر حدد أنا شو رايح أشتري، هذا شيء كتير بيساعدني، يعني أنا رايح أشتري هودي 3 أغراض على ليست محددة، أفضل شيء أنه أنا روح بشكل عشوائي. هي بدها عم إصرار وبده الشخص كمان يفكر شوي أنه أنا لبعدين لوين ممكن اوصل اذا انا بس عم بهتم بهذا الموضوع وعم بهتم. حلو، لانه هو يمكن مثل ما تفضلت وقلتي موضوع له تاثيراته على كافه جوانب ان كان مادي ولا نفسي ولا اجتماعي. الدكتوره سماح رمضان شكرا جدا لوجودك معنا اليوم، يعطيكي الف عافيه. شكرا لكم. يقول الامام علي عليه السلام: ليس الزهد ان لا تملك شيئا، بل الزهد ان لا يملكك شيء. قول من شأنه أن يكون خلاصة لهذه الحلقة، فالله جميل يحب الجمال شرط أن لا تمتلكنا مقومات كل ما نسميه جمالا. والسلام عليكم.